شوفوا هاي. ازيكم يا اهل مصر؟ سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. التحدي اليوم يا جماعه تحدي الغناء، بس بين مين ومين؟ بين بنت مصريه وبنت روسيه. هاي البنت المصريه يا جماعه كثير كنت اشوفها قبل بالاكسبلور، وصوتها كثير حلو ومبدعه هي باغاني الانجليزيه والاجنبيه وحركات. فالبنت بصراحه انا ما شفتها غنت عربي كثير، فاغلبيه اغانيها بتشوفوها باغاني الانجليزي. فاليوم يا جماعة في بنت كنت عم تنافسها، هي بنت روسية. بتشوفون يا جماعة اصواتهم اثنين رهيبة، بس هل رح نشوف انه هل بنت المصرية العربية تحدد بنت الروسية ولا لا؟ فحنشوف مع بعض سوا يا جماعة الفيديو. فقبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة يا جماعة، واكتبوا لنا تحت الكومنتات ارائكم، كمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات عمين حابين اعمل رد فعل. فبحبكم كثير، فحنبلش فيديو سوا. سبسكرايب يا غني. اوكي يا جماعة، هاي هي البنت. البنت ما شاء الله محجبة ومؤدبة، وبتشوفوا عليها هيك انه شيء حلو، بس مشكلتها انه تغني اغاني انجليزية. ليش مو عربية؟ ترى والله صوتك حلو، يطلع اغانيك عربية شيء حلو. فيا جماعة، فيلا يا جماعة رح نشوف. اسمعوا الصوت، مع انه مو فهمان شيء. شوفوا يا جماعة كيف يعني ابداع ابداع، يعني تحسوا انه المطرب عم يغني، تحسوا انه المطرب. اكيد في منكم كتير اكتبوا لي تحت بالكومنتات اللي شاف البنت هاي المصرية. كتير شفناها بالاكسبلور، يعني تخيلوا يا جماعة اجانب عملوا عليها كمان دويتو لهالبنت، بزبطتها كتير. فراح نشوف البنت الروسية. هاي روسية يا جماعة، جماعة جمال الروسي غير شكل ترى والله. شوفوا جمال الروسي، شوفوا يقولوا احلى جماعة، احلى بنات، بنات روسيا عنا. صحيح هيك؟ اذا صحيح كمان اكتبوا لي يا جماعة تحت لشوف كومنتاتكم، يعني صحيح انا هيك كمان اتوقع انه بنات روسيا اجمل بنات. واو، شو هاد؟ انا جيت بهالغنيه اشتهرت، بهالغنيه مين شافها؟ انا كثير كثير شفتها يا جماعه، حتى يمكن مره عملت عليها فيديو كمان. كيفك بتغنيها؟ صوتها حلو، كيف حافظة هيك؟ بري بري بري. اوكي هلا نحن ما فهمت، انا ما فهمت تمام، بس عم تعمل هيك شغلات تمام. بس اللي فهمته انه البنت الحان عم تلحن الموسيقى هاي، يمكن الغنيه غنيه روسيه على فكره تمام. ف خلاص حلو نفس الغنيه عجب. ازيكم يا اهل مصر؟ ترى هاي بنت مصرية من عندكم. ترى اللي ما يعرف انا ستي مصرية يا جماعة، ستي ام امي من مصر، ها من القاهرة. ترى والله انا فيني عرق مصري، اهلي مصر. كيفكم؟ واو، شوفوا شوفوا، لحظة لحظة، هاي البنت عين خضراء عين زرقاء. مشكلتهم الروسيين يعني كلهم عيونهم زرق وخضر. يا عمي ما بعرف، خلونا نشوف شو عم تحكي هون، ايش عم تغني. ياي على الغمزة، ويلي غمزة بشل خمسة، جمال الروسي يا جماعة خلاص. لا حدا يحكي لي على جمال غير بنات روسيا، خلاص خلص صوتها روح حلو هذيك، هي روحك. لا يا جماعة كمان البنت المصرية حلوة، شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الحجاب حلو. حبايبي بس في شغلة، هلا تقولوا شادي قر كتير، إجباري بدي أقر كتير، بس بدي أعلق على شغلة حلوة.
تمام ويمكن تفيد بعض البنات. حبايبي الحجاب شايفينه هذا الحجاب كيف بالاسلام وبالسنة، انا حسب ما سمعت مو من عندي الحكي، انه الرغبة حرام تطلع، تمام، هو لازم هيك يتسكر الحجاب، تمام. فهي شوفوا البنت كيف هون رغبتها طالعة، يمكن ما بتعرف هي البنت يا هيك اصول الحجابة، بس الحجاب لازم من هون الرغبة ما تبين رغبة البنت، صح؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا يعني صح الحكي، انا سمعته من كتير ناس شيوخ يعني كمان وناس علماء بيعرفوا بالدين. ترى البنت دمها حلو، ها شوفوا دمها حلو البنت يا جماعة. Yes, oh no. ترى يا جماعة من غير شيء أنا مو فهمان شيء عم تعمل شو هي. اسمها زوتا؟ زوتو؟ شو؟ شفتوا هو هي عندهم بينتحروا عليها هاي الشغلة، بس عندنا مو حلوة يعني. عندهم هن طريقة غناء وشغلة يعني شيء هيك كاركتر مثل ما يقولوا ما بعرف هيك شيء ثاني يا جماعة، عرفت شلون؟ احنا عندنا المواويل تبع عادلي يعيط، هذول عندهم شغلات هذول انه بحسوها انه ابدع المغني فيها، عرفت شلون؟ لا هاي اللي لا اوكي يا جماعة هيك كان الفيديو، مثل ما شفتوا يا جماعة منا رد فعل على البنت الروسية وبنت المصرية. انا بصراحة يا جماعة بدي احكي الصراحة، تمام، هلا البنت الروسية صوتها حلو كتير كمان، بس بنت العربية بما انه هي عربية، تمام، لا مو عربية يا جماعة بما انه هي عرب من العرب العربية حدا عاد افل عليه بالكومنتات بعرف. المهم بما انه هي عربية ومتعلم اللغة الإنجليزية فعم يطلع معها الغناء مش طبيعي، مش طبيعي يعني عن جد مش طبيعي. وبعرف هالفيديو هذا وهال مثل ما تقولوا البنت قديمة، لا لا تحطها أي لا تحطها، فتقنت الغناء الإنجليزي. فأنا بصراحة بقول إنه البنت المصرية هي اللي فازت بصراحة يا جماعة. فهيك كان الفيديو، حبكم كتير، كان معكم شادي وتحياتي لأهل مصر وتحياتي للبنت كمان مبدعة والله. حبايبي هيك كان الفيديو، بحبكم كتير، اكتبوا لي تحت الكومنتات مين حابب نعمل رد فعل. كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد، سلام.